للاطلاع على المزيد من التفاصيل معنا من بغداد مباشرة مراسلنا مصطفى سلمان. مصطفى، هناك حديث عن رسائل جديدة يتم تناقلها بين ضباط كبار بالجيش العراقي وفصائل عراقية، تدور فحوى الرسائل حول خريطة أهداف إسرائيل بالعراق تحسبا لأي ضربة محتملة أو تصعيد محتمل. ما الذي يدور بالأوساط العراقية الرسمية وغير الرسمية بهذا الخصوص؟ بالضبط شاهندة، هناك ترقب وحذر كبير جدا من أن تقوم إسرائيل باستهداف مقرات تابعة للفصائل العراقية في العراق، مع ورود معلومات أمنية للعراق بأن إسرائيل قد اتخذت هذا القرار وأنها ستستهدف هذه المقرات. هذا يتزامن مع تحرك عراقي داخلي من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني من خلال إرسال وسطاء لفصائل عراقية مقربة جدا من إيران، ما زالت تصر على التمسك بالعمل العسكري ضد القواعد العسكرية المتواجدة في العراق وخارج العراق. وعلى ما يبدو أن هذه الفصائل ما زالت ترفض عملية أو ترفض الوساطة مع يعني التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني لثنيها عن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، ما يعني أن الضربة الإسرائيلية باتت أقرب من أي وقت مضى، وهذا ما يؤكده مسؤولون من داخل القصر الحكومي في العراق. بالمقابل هناك تحركات من العراق لتأمين الأجواء، كما ذكرتي في سياق الخبر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قال إن العراق قد أمل الأجواء بشكل كبير وأن جزء من هذه الأجواء غير مؤمن. يوم أمس كانت هناك مصادر خاصة تحدثت عن وجود طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية ومنعت طائرة إيرانية من الهبوط من المرور بالأجواء العراقية وأجبرتها على العودة. هذه المعلومات لم تؤكد حتى الآن من المصادر الحكومية. شكرا جزيلا لك مصطفى على كافة هذه المعطيات حتى الآن.